احنا جينا هنا هاي بطلب اجتماع لمجلس العشائر مع الشباب ورفاقنا الحزب الديمقراطي من اجل تلبيه حاجات الشعب والمجتمع، حيث انه عانى مده 7 سنوات من 2011 والناس كله تعب ومرض، ونرحب بقدوم الديمقراطيين نحن لانه احنا لقينا منهم الخير من اول ما اجوا تفاءلنا بهم ونحن معاهم قلبا وقالبا. الاطراف لم تحمل مشروع يخص الشعب. جميع هذه المكونات سوريا ديمقراطيه لا مركزيه تعدديه، وشكرا لاسرائيل. هذه المناطق لم تكن محرره وضم العديد من الكفاءات. اين تكمن المعرفه؟ تكمن في ان نعرف. الحمد لله احنا استفدنا الامن والامان، وجود الجيش الديمقراطي واخوتنا الكراد، احنا ياهم من اب الجد متوافقين ومتعايشين، والحمد لله انبسط علينا الامن والامان والامور كلها طيبه، والجيش الديمقراطي يحرر كل المناطق بسهوله، ومتعاونين احنا معاك كشعب ومواطنين، وان شاء الله امورنا وطلباتنا كلها عم يجهزونها ويعطونا نطلب منهم ويبسطونا الامن على كل شيء. هذا المشروع ما يأتي أحد من الألاذقية أو من حمص. العدالة